السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. خلاص إن شاء الله النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم على الراديولوجيكال فايندينجز اوف ريكتس. بعد كده هنبدا ندخل في الرينال ريكتس. كويس، هنبدا باول حاجه الراديولوجيكال فايندينج اوف ريكتس. عشان نفهمها لازم نعرف الهيستولوجي اوف ذا بون، وده من الحاجات الموجوده في الكتاب واللي انتم مطالبين بيها. يعني ده مش حاجه بتتقال كده عشان تبقوا فاهمين، لا دي انت مطالب بيها لانها موجوده. لو جينا بصينا على البون، البون يا اولاد في عندي two lines of growth. ايه هما two lines of growth دول؟ في عندنا linear growth. اللينير جروث عظام هتطول، يبقى هنا اللينير جروث ده مسؤول ان العظمه دي تطول، وعشان حضرتك تطول يبقى ده اللينير جروث. اللينير جروث اوف ذا بون ده بيتم على مستوى الاتافيس او الجروينج سنتر الموجود في اي عظم. طيب ما ينفعش يا اولاد العظمه تطول وما تتخنش. ليه؟ لو العظمه طولت وما تكنتش بنسب متناسبه او متناسقه اللي يحصل تبقى ضعيف. يعني عمود زي ده مثلا واخد ارتفاع وليكن ده 4 متر، عشان اخلي العمود ده 8 متر هيلاقي الراجل او المهندس هيزود قطر العمود، يخلي العمود ادخل من ايه؟ من كده، عشان يخلي ارتفاعه 8 متر. هنا نفس القصه، العظمه عشان تحتفظ بقوتها وبوظيفتها ان هي هتشيل احمال، يبقى كل ما تطول لازم ايه؟ لازم تدخل. يبقى ده بسميه انكريز في الويت او ويت جروث، بقت ادخل. يبقى هنا احيانا بعض الناس سموه هوريزونتال جروث ايا كان او ويت جروث. المهم عندي تو لاينز اوف جروث، لينير والويت جروث. طيب هنيجي نمسك اول حاجه اللينير جراف. كل رسمه موجوده عندكم رسمها وموجوده، وما اعرفش الناس بترسم ايه. النقطه الثانيه، جميع الكلام اللي انا بقوله موجود، يبقى نفهم ده ولا هي ده فيكم؟ هي ده فيكم. بعد اذنكم محدش يفتح المذكره، سيبكم من الاكشن في الورق، سيبكم من اي حاجه، خليكم معايا هنا. كل حاجه مرسومه ماشي. يبقى هنا اللينير جروس والويبز جروس. هنمسك اول حاجه اللينير جروس. لو بصينا عظمه زي كده، دي مثلا الفيمر، ازاي الفيمر هتكبر او هتطول؟ اسف، هنيجي نبص هنا في نهايه العظمه او الفيمر زيها زي اي بول متغطية بكارتريج. كويس؟ لو جينا خدنا جزء من ده من اول الفيمر من هنا لحد ما دخلنا في الماتيور بون وبدأنا نفرد شريحة منه تحت الميكروسكوب ونسبوها ونشوف ايه شكل الهيستولوجي اوف ذا بون في اللاين اوف ايبافيسس، هنلاقي الايه؟
resting cartridge. سموها ايه؟ zone of resting cartridge. ومكتوب عندكم كل هذا الكلام. الزون of resting cartridge اللي هي الزون الاولانية الهيل عبارة عن single layer of columnar cell اللي منها هيطلع المرحلة التالية او الليفل الثاني من الكارتريدج اللي هو بيكون من 4 إلى 6 layer من rounded cell. ده ما انتم شايفين كده rounded cell دي بيسموها zone of proliferating cartridge. يبقى ثاني layer اللي هي الزون proliferating cartridge. يبقى اول layer single columnar cell عبارة عن خط واحد او مستوى واحد من الخلايا من columnar cell. اللاير الثانية بتتكون من 4 أو 6 طبقات من rounded cell بيسموها الزون of proliferating cartridge. هنا الكارتلاجينس سيل proliferating cell معناها ان هي replicating cell او active cell. طيب بعد كده يبدأ اول طبقة من البون تبان اللي هو باللون الازرق. هذه هي زي ما حضراتكم شايفينها قدامكم وزي ما هي في الورق اللي عندكم. اللاير دي سيلولر ولا ايه سيلولر لاير؟ انتم مش شايفين فيها اي نوع من الخلايا. فاسكولر ولا ايه فاسكولر لاير؟ ايه فاسكولر؟ البت اللي هو الاحمر اللي فوق اللي انتم شايفينه فوق ده. اللاير ده هي اللي هي الزرقاء ديت عباره عن ايه سيلولر اند ايه فاسكولر لاير. بتتكون منين؟ من اوستيويد تيشو زائد مينرال بس، يعني بروتين ومينرال بس. بروتين وايه؟ ومينرال بس. دي اول طبقه من البون عندنا. دي بيسموها الزون اوف بروفيشنال كالسيفيكيشن. زون اوف بروفيشنال كالسيفيكيشن. كل الكلام ده مكتوب عندكم. سموها زون اوف ايه؟ اوف بروفيشنال كالسيفيكيشن. الزون اوف بروفيشنال كالسيفيكيشن زي ما كلنا شايفين قدامنا على البورد. هذه اللاير ايه فاسكولر ايه سيلولر يا دوب بتتكون من اوستيور تيشو زائد ايه مينرال باس فقط لا غير. بعد كده اللاير اوف ماتيور بون دي عباره عن ايه؟ اصل العظم بقى. عندي بلاد فيسل هيوصل لي البورد كل ما يحتاجه من كالسيوم وفوسفرس وغيره. النقطة الثانية في عندي الخلايا بنوعيها اوستيوبلاست واوستيوكلاست، وزي ما قلنا في مقدمة الريكتس ان الاوستيوبلاست والاوستيوكلاست وظيفتهم ايه مش كده وبس. اصلهم طالع من الدندريتك سيل اللي هي اصلها من السيل سيل بتاع مين؟ البومر. ده اصل تكوين البون. ده بيسموها الزون اوف ماتيور بون او الاوستيفايد بون واتفر هي اللي هي بتاعتها ايا كان اللي هو ماتيور بون او اصل تكوين البون او عظام مكتمل. كلام ده واضح؟ هذا الكلام في نهاية العظم من هنا. وهذه الطبقة هي او هذه المكان هو اللي بيحصل منه ايه؟ اللينير جراس اوف ذا بون. طيب لما نيجي بقى نشوف المرحلة الثانية او الجزء الثاني من العظام ان هي لازم العظمة تدخل، لان هنا في هذا المكان بيتكون نيو بون فورميشن فتبدأ العظمة ايه؟ تطول. نيجي بقى نشوف ازاي العظمة هتدخل. لو جينا بصينا ازاي العظمة هتدخل، كلنا عارفين ان احنا عندنا العظم ده من بطن all through وطبعا مين؟ من الفري اوبيوم. في عندي فري اوبيوم. الفري اوبيوم ده مغطي العظمة كاملا. طيب ازاي العظمة هتدخل بقى؟ بيبدأ تحت البريوبتيوم يحصل
نحصل نيو بون فورميشن، نكون نيو بون. ازاي؟ بنرفع اوستيو تيشو ونرمي في هذا المكان كالسيوم فوسفيت، يبدا يكون عندي ماتيور بون تحت مستوى مين؟ البروسيوم، بنرفع تحت البروسيوم بروتين ومينرال باك عشان العظمه تبدا تزداد التخن ايه؟ بتاعها بالنسب اللي احنا عايزينها. يبقى انا عندي تو اكتف باكس في البون، نهايات البون على اللينير جروس، وتحت البروسيوم في اكتف باكس عشان اكون نيو بون فورميشن عشان العظمه ايه؟ عشان العظمه تتكلم. الكلام واضح؟ طيب هو ايه اللي بيخلي العظمه تظهر في الاكس راي؟ الاكس راي اولاد او الاشعه العاديه فكرتها ايه؟ ان احنا لما بنيجي نعرض الجسم ليه الراديشن، الاشعه الجزء اللي هو بيمتص او يمتص الاشعه، ايه اللي يحصل؟ الاشعه مش هتوصل للفيلم اللي انت حضرتك بتمسكه في ايه؟ في ايديك ده. لو بصيت للفيلم ده في اصله هو شكله ايه؟ عباره عن ورق شفاف، يعني ورق بلاستيك شفاف، يعني واحد معاكم مثلا معاه الغلاف بتاع المذكره شفاف هيبص على الورقه ترانسبرنت. هي فيلم الاشعه اللي انت بتشوفه قدام حضرتك ده ترانسبرنت، اصله ايه؟ ترانسبرنت، حاجه ترانسبرنت. لكن هو البارتيكلز اللي عليه او عليه ماده، هذه الماده تنسب للراديشن بحيث لما تسقط عليها الاشعه تخليه اسود، يبقى هو اصله ايه؟ اصله ابيض او شفاف، لما تيجي تسقط عليه الاشعه بتخليه ايه؟ بتخليه اسود. انا لما اجي اصور واحد اشعه بعمل ايه؟ جهاز الاشعه بيرمي الاشعه على الجسم بتاع الشخص ده اللي انا بصوره، وبعد كده ورا هذا الشخص ايه؟ الفيلم الترانسبرنت ده. كم الاشعه اللي هينفذ من جسمك وينطبع على الفيلم هيسود هذا الجزء من الفيلم. فتيجي تبص مثلا في اي فيلم اشعه على اطرافه تلاقيه اسود خالص. ليه اسود خالص؟ لان الاطراف مفيش حاجه تحكم الايه؟ الاشعه، تلاقي الفيلم اطرافه كلها ايه؟ سودة، لان كل الاشعه وقعت على الفيلم. لكن تيجي بقى على الشخص بقى اول ما يبان لك في فيلم الاشعه هتبص على حتت سودة، الحتت السودة اللي معناها ان فيها ايه؟ هواء، لان الهواء لا يمتص الاشعه، زي اللنج مثلا نشوفها في الاكس راي سودة لان معظمها ايه؟ هواء. الصوف تيشو زي المفصل وغيره ما بتمتصش الاشعه كامله، بتمتص جزء والجزء الاخر بيعدي. الجزء اللي يعدي ده كميته بسيطه تنطبع على الفيلم، تبص الصوف تيشو تبان في الاكس راي لونها جراي شويه، رمادي الشكل. ليه؟ لان بيحصل بارشل ابزوربشن لمين؟ للراديشن. لكن البون يا اولاد فيها كم كالسيوم فوسفيت عالي. الكالسيوم والفوسفورس بيمتص الاشعه كامله. لذلك حضرتك لما تيجي تشوف البون في الاكس راي تلاقيها ايه؟ بيضاء، لونها ابيض. ليه البون بتظهر في الاكس راي لونها ابيض؟ لان الكالسيوم والفوسفيت الموجود في العظم بيمتص الاشعه ايه؟ كامله. يبقى متفقين دلوقتي ان فيلم الاشعه العظمه هتبان بيضاء ليه؟ عشان الراديشن لما تقع على العظم الكالسيوم والفوسفيت الموجود في العظم هيمتص كل الاشعه فتبان العظمه ايه؟ تبان العظمه بيضاء. الكلام واضح؟ العظمه درجه البياض بتاعتها في الاكس راي دي بنسميها او الاساتذه بتوع الاشعه بيسموها ايه؟ بون مينرال دنسي. البون مينرال دنسي. الكلام واضح؟ يعني كثافة العظمة او ثقل العظمة او كم ايه المينرال باست بتاعه اخباره ايه؟ زيادة او قليل. في مشاكل؟ طيب هنا بقى اتفقنا من المرة اللي فاتت، الناس اللي عندهم ريكتس الفيتامين دي ال، فاكرين الكلام ده اخر المحاضرة، لما الفيتامين دي ال ما حفرش كالسيوم ايه؟ ابزوربشن السيرم كالسيوم بدا يقل. لما السيرم كالسيوم بدا يقل بدا يشعر بهذا الموضوع مين؟ الباراثورمون. الباراثورمون طلع، لما طلع هو هدفه يظبط السيرم كالسيوم. قام رايح على العظم وبدا ينهش في العظم ويطلع منه ايه؟
كالسيوم وفوسفيت. يبقى اذا البارس هرمون في حالات الريكتس طلع يطلع من البون الكالسيوم والفوسفيت، يبقى المينرال باث بتاع البون هيقل ولا مش هيقل؟ هيقل. لما يقل في الحاله دي في الاكس راي هتلاقي الاشعه بتاعه البول البياض العادي اللي انت بتشوفه فيه الشخص العادي ولا البياض اقل شويه، بهتنه شويه، بهتنه شويه. دي بيسموها ايه في الاكس راي؟ يبقى هنا اول حاجه بانت في الاكس راي اللي هو ديكريز بون دنسي، كثافه العظم ايه قلت، او ريفاكشن اوف ذا بون. يبقى في هنا ريفاكشن او ديكريز بون ايه دنسي. يبقى هنا العظمه بان فيها ريفاكشن او ديكريز بون دنسي. سبب الريفاكشن او الديكريز بون دنسي ايه؟ ان هو كم الكالسيوم والفوسفيت داخل البون قل. هو قل ليه؟ عشان البارس هرمون بدا يسحبه منين؟ من البون عشان يظبط مين؟ السيرم كالسيوم. يبقى هنا في حالات الريكت هلاقي البون مينرال دنسي عندي هتقل او في ريفاكشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا بون. في مشاكل؟ النقطة الثانية. خلي بالك بقى لو انا جيت بصيت على هذا الجزء من الهيستولوجي بتاع البون في اللينير جراف، بص لو سمحتوا هنا رؤية مهمة جدا، كل كلمة بقولها موجودة، والله ما انتم محتاجين اي حاجة، كل كلمة موجودة. يبقى هنا لو جينا بصينا على البون، لو افترضنا ان هذا الجزء ده بتاع الهيستولوجي، جيت طلعته اكس راي، مين اللي هيبان؟ اللي هيبان الجزء ده فقط. كويس؟ الجزء ده اللي هيبان ليه؟ لان الكارتريج لا يمتص الراديشن، وادام ما بيمتصش الراديشن، الراديشن كلها هتعدي منين؟ من خلاله، لذلك ما بيبانش فين؟ في الاكس راي. امال مين اللي هيبان في نهايه العظمه في الاكس راي؟ هو اول حاجه بيبان الظروف ايه؟ بروفيشنال كاستيكيشن، وبعد كده لقيت الايه؟ العظمه. لكن الكارتلازما سبارت اللي في نهايه العظمه ايه؟ ما يبانش. الكلام واضح؟ طيب لو كده بصينا بقى لنهايه العظمه ايه اللي حصل؟ انا دلوقتي كميه الكالسيوم الموجود في البون ايه؟ قل. فادام كميه الكالسيوم الموجود في البون قل، هتلاقي كل هذا الكلام قل. الجزء الازرق ده اللي هو الكالسيوم بدا يقل. فالدنس تقلل زي ما احنا شايفين كده. مش كده بس، الجزء ده بدا يقل فيه الايه؟ الكالسيوم. الكالسيوم في المنطقه دي بدا ايه؟ بدا يقل. لما بدا يقل الكالسيوم، تنقل من المره اللي فاتت الكالسيوم ده اللي مد العظمه ايه؟ القوه بتاعتها، اصبح الكالسيوم قليل، يبدا يحصل اكسس اوستيوس تيشو. هنا الاوستيوس تيشو تترسب بزياده بدون ايه؟ كالسيوم. الاوستيوس تيشو ده بروتين، دي حاجه طريه، فتلاقي العظم بقى طري. فتلاقي الشخص ده لما بيمشي يبدا يحمل على العظم، العظم نهاياته طريه، فيبدا ينضغط على هذه النهايات بتاعت العظم، يبان ايه؟ تلاقي العظمه من تحت ايه؟ تفرش او توسع. فتيجي تبص على الجزء ده بدل ما هو كده، هيصبح الجزء ده في نهايته عامل كده. شوف هو كان تخنه كده، بقى العظمه من تحت ايه؟ بهذا التخن. شوف العظمه من تحت ايه؟ بقت اعرض. طيب لما العظمه بقت عريضه من تحت وطريه، ايه اللي يحصل؟ الكارتريج ده بيبدا يضغط على الجزء الطري ده، لان هو ناشف. لما يضغط على الجزء الطري ده يبدا يحصل عندك ايه؟ الجزء ده يحصل فيه الشكل ده، لان هنا الكارتريج ضغط القوه، لما ضغط القوه بقى شكله كده. ده بسميه ايه؟ كابينج.
في الاكس راي بنسميه ايه؟ بنسميه كابينج. يبقى هنا نتيجة ان العظمة من تحت بقى الطرية عشان كمل اوستيو تيشو زاد والبروتين قل، مع الضغط حصل فيها بروتينينج، حصل ايه؟ بروتينينج. مش كده وبس، الكارتلج الموجود في نهاية العظمة بلا يضغط على العظمة من النص، فبدا يدخل جواها بالشكل ده، فبدا يحصل ايه؟ كابينج، بقت زي الطبق كده، بدا يحصل فيها ايه؟ كابينج. يبقى حصل كابينج، حصل بروتينينج، قبليهم حصل ريفاكشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا بون. خلي بالك مش كده وبس، لو انت فاكر من الباثوفيسيولوجي اللي انا شرحته المره اللي فاتت، قلنا ان الكالسيوم الموجود في العظام بيمنع البروليفريشن اوف ذا كارتج، لان لو البروليفريشن اوف ذا كارتج استمر هيبدا الثيكنس بتاع الكارتج ايه؟ يزيد، قوه العظمه تقل، ممكن العظمه من تحت تتكسر لانها كلها كارتج. فلذلك وجود الكالسيوم بيمنع البروليفريشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا كارتج. تخيل هذا الكلام بقى، انا ما عنديش كالسيوم كفايه في الجزء المجاور للكارتج اللي هو زيرو بروفيشنال ايه؟ كالسيفيكيشن. تبص على الكارتريج تلاقي الكارتريج السيلز دي بدات تاخد راحتها ويحصل لها بروليفريشن، لدرجه ان هي بدات تدخل جوه مين؟ الزون اوف بروفيشنال كالسيفيكيشن. كارتريج السيل بدات تدخل جوه الزون اوف بروفيشنال كالسيفيكيشن. الكارتريج شيء ريديولوسنت ولا ريديوبيك؟ ريديولوسنت، ما بتطفش الايه؟ الاشعه. الكلام ده هيبان ازاي في نهاية الاكس راي؟ بص معايا كده، هبص على العظمة كده من تحت، هتلاقي الاماكن اللي دخل فيها الكوندروبلاست الهيج، معلش القبلة قاعده تقع دي هتنتها لحالا حالا عشان ما نتقفكوش. نهاية العظمة هنا هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الجزء بتاع نهاية العظمة دي بدا يبان مكان الكوندروبلاست اللي دخلت، ده المسار بتاعها اللي انا راسمه زي الجزء المشرشر ده. فبص على العظمه من تحت بقى شكلها غريب قوي، بدات مش خط مستقيم، بدا عباره عن ايه؟ عباره عن جزء عامل زي نهايه المشط او المقشه او غيره. ده بيسموه ايه؟ فريينج. بيسموه ايه؟ فريينج. يبقى هنا حصل ايه في البون؟ اول خطوه ريفاكشن. مين اللي عمل الريفاكشن؟ الكلام ده كله في الاكس راي عشان السنه. ممكن يتقلق كل ده حصل ليه؟ وبلاش على الحاله، ايه يا ابني في الاكس راي ممكن تلاقيه؟ هتقول له كذا وكذا وكذا، كل خطوه يقول لك ايه اللي حصل؟ طب الريفاكشن سببه ايه؟ هايبر باراثيرويديزم، يقلل المينرال باث اوف ذا بون. الحاجة الثانية الكابينج والبرودينج سببه ايه؟ اقول له ان في نهاية العظمة كمل اوستيو تيشو ايه؟ زيادة، والمينرال بارت ايه؟ قل. مع البريشر يحصل الكابينج والايه؟ والبرودينج. طيب بعد كده في عندك ايه؟ فريينج. ايه سبب الفريينج؟ ان الكارتلاجينس او الكوندروبلاست بدا يحصل لها بروليفريشن لعدم وجود الكالسيوم، بدات تدخل في الزور البروفيشنال ايه؟ كالسيفيكيشن. في مشاكل؟ الدنيا ماشيه؟ طيب بلاش كده، تعالى بقى على الثيكنس اوف ذا بون. العظمه من بره بتتخن، بتتخن ليه؟ لان تحت البريوسيوم ده بيتكون ماتيور بون. في عندي هنا بون اتكون، البون الجديد اللي بيتكون ده بيخلي العظمه كلها بيضة في الاكس راي. مش ده اللي بيخلي العظمه تدخل؟ ان هنا في نيو بون فورميشن، فالعظمه بتبان تخينه بتدخل. فلو ركبت العظمه كلها زرقاء بالشكل ده، حبان ان نهايه العظمه كانها
لها بريوبتيوم واحد، ده العظمه لها بريوبتيوم ايه؟ واحد بس. شوفوا بقى ايه اللي هيحصل لما يطلع الباراثورمون، ما بيشالش من العظم من حته معينه، بيشيل من كل حته. فايه اللي بيحصل؟ شال العظم اللي تحت مين؟ البريوبتيوم. لما شال العظم اللي تحت البريوبتيوم هيترسب مكانه اوستيويد ايه؟ تيشو. فالاوستيويد تيشو تحت البريوبتيوم ما بيبانش في الاكس راي، لان الاوستيويد تيشو ده بروتين ما بيمتصش الاشعه. بدا يشيل العظم اللي تحت البريوبتيوم. لما بدا يشيل العظم اللي تحت البريوبتيوم يبان العظمه شكلها غريب جدا. الشكل ده اكن العظمه لها تو بريوبتيوم، ادي بريوبتيوم الخط اللي بره ده، وادي العظمه اهيك، اكن البريوبتيوم سيباريتد من البون. هو فعلا سيباريتد من البون، فبان العظمه كانها ايه؟ لها اثنين بريوبتيوم. دي حاجة عندنا بنسميها ايه؟ دبل بيريوبتيال لاين، بنسميها ايه؟ دبل بيريوبتيال لاين. يبقى لا ريفاكشن، برودنينج، كامينج، فرينج، دبل بيريوبتيال ايه؟ لاين. كام حاجة دلوقتي؟ خمسة. طب العظم طاري والولد قاعد يحمل عليه، قلنا عشان العظم طاري والولد بيحمل عليه العظم يتسنى، يبدأ يحصل بون ايه؟ ديفورمتي. تخيل العظمه ممكن تنتهي، كل ما تنتهي هيبان الديفورمتي في الاكس راي. جينو فارس، جينو فارس، كوبسا فار، يعني سيما هي اللي مقواتها، كيرفتشر في التيبيا الى اخره. لكن احيانا في بعض الاطفال بيبقى اذنها تقيل قوي وسخين وعنده ريكس، يضغط على العظمه، العظمه تقوس 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 تقوس، لكن في ليميت. عامل زي ايه؟ عود القصب يا اولاد، القصب ناشف بس برضه في نسبة مرونة. تمسك عود القصب وتديه يجيب معاك يجيب معاك يجيب معاك لحد درجة معينة تلاقيه ايه؟ ينكسر. مش بتجيب عود القصب كده وتجيبه على ركبتك وتخطبه، ايه اللي بيحصل؟ في واحد فينا بيجيب عود القصب كده ويخطبه يلاقيه اتقطب كله؟ لا، هتلاقي في نهايته ايه؟ قشرة كده بتشيلها، ما بيتقطبش كله لانه طري. بعكس ما تجيب خشبة وتشدها هتتكسر كاملة. اما عود القصب لما تكسره بتلاقيه من ناحية بيتكسر، والناحية التانية انت في سموها ايه؟ كلكم شعبينها يعني، ما علينا. هتلاقي العظمة تنكسر من ناحية وما تكملش الكسر للآخر، تبص كده تلاقي العظمة ممكن يحصل كسر في العظمة بالشكل ده. كويس؟ كسر في العظمة كده بس مش مكمل للآخر. ايه الكسر بتاع عود ايه؟ القصب ده بيسموه جرين ستيك فراكشر، زي الكسر بتاع عود القصب، هو اسمه كده جرين ستيك ايه؟ فراكشر، زي عود القصب لما ينكسر، جرين ستيك فراكشر. يبقى هنا بالنسبه لنا ايه المانيفستيشنز اوف اكتف فراكشرز؟ مانيفستيشنز اوف اكتف فراكشرز، اول حاجه ريفاكشن، بعد كده كابينج، برودنينج، فريينج، دبل بريوبتيوم ايه؟ لاين، فول ديفورمتي، ايفن جرين ستيك ايه؟ فراكشر. في مشاكل؟ طيب العيان بتاعي بقى هبدا اعالجه، كويس؟ الكلام ده لما اشوف اي حاجه من دول، وخاصه الفرينج في الاكس راي ده، بقول عليه اكتف ايه؟ اكتف ريكتس. هو انا محسوب ده حاجه هنا، حاضر هدول له صار اشرب بس يهدي التكييف. الراجل الجو حلو، الجو حر، حاسس ان هو جو حر يعني. ما هو انت ايه اللي حاسس تحت التكييف؟ نقفل التكييف ولا نسيبه؟ ها؟ نهديه شوية؟ طيب حاضر. استاذ اشرف، لو استاذ اشرف التكييف بس لا يبقى هدول. حاضر حاضر حاضر. هنبدأ بقى نعالج العيان. خلاص
كلنا تحت صفوف الاكس راي. ماشي كده؟ نبدا بقى نعالج العيان. هنعالج العيان نديله فيتامين دي زي ما عالجناه المره اللي فاتت مع ايه؟ كالسيوم. ايه اللي يحصل فيها الكالسيوم؟ هيظبط البرص والمخ هيحمد يبطل يطلع، والفيتامين دي هيبدا يودي الاوبتي وبلاست يودي لها كالسيوم وفوسفيت، هيبدا يكون نيو بون ايه؟ فورميشن. فهنا اول ترسبات للكالسيوم تبان في الاكستريمتيز بتاعتها لينير اوجراس، دي اكتر حاجه متعطشه ايه؟ النيو بون فورميشن اللي هي اللينير جراس. فتيجي هنا في المكان ده يبدا يحصل ديبوزيتس اوف كالسيوم. يا ولاد تركزوا اللي انا بعمله ده. انا برسم فين؟ في الزون بروفيشنال كالسيفيكيشن، بدا يحصل ديبوزيتس للكالسيوم. لما بدا يحصل ديبوزيتس للكالسيوم في الزون اوف بروفيشنال كالسيفيكيشن، ايه اللي يحصل؟ بدأت الكوندروبلاست الموجودة في الحتة دي تموت، وبدأنا نوقف قصة ان الكوندروبلاست تدخل جوه هذه الايه؟ المنطقة. يبان الكلام ده ازاي في الاكس راي؟ تلاقي كل القص ده بقى الحتة اللي كانت باين فيها اسنان المش اللي عندك دي كلها بدأ يحصل نيو بون فورميشن وبقت ماتيور بون. فتلاقي في الجزء ده بدا يتكون لاين اوف ايه؟ اوف اوستيفيكيشن. لذلك دي اول حاجه بتبان في التغيرات حالات الريكتس، ان تلاقي في المنطقه دي بدا يحصل نيو كونفورميشن، فتلاقي الكابنج موجود والبرودنينج موجود وايفن الريفاكشن اوف ذا بون لسه موجود، ولو كان في جرين ستيك فراكشر هتلاقيه لسه موجود، لكن بدا يتكون في الزون بروفيشنال كالسيفيكيشن بدا يتكون ايه؟ خط ابيض كده بتشوفوه كلكم في الاكس راي، اللي شاف معايا اكس راي اول راوندين هتلاقي خط ابيض بدا يتكون في المنطقه دي في الزون اوف بروفيشنال ايه؟ كالسيفيكيشن. هنا اللي موجود عندي ايه؟ الكابنج البرودنينج، ما فيش فريم، لكن عندي اللينير ديبوزيت اوف ايه؟ اوف كالسيوم. ده اللي احنا بنقول عليه هيلينج ريكتس. هيلينج ريكتس يعني بدا يدخل فين؟ في مراحل الشفاء. هيلينج بدا يدخل في مراحل الشفاء. بعد كده مع استمرار العلاج ومتابعه المريض هيبدا الكالسيوم يترصد في كل الاماكن وكل حاجه بتظبط، هتبدا العظمه ترجع لاصولها تاني، تبدا تنشف من تحت، فيبدا بقى الاوستيوبلاست تظبطها والعظمه ترجع لاصلها الاولاني. خلي بالك اصلها الاولاني كنت رسمه في اول المحاضره، واللي اتاخر زي ناس انا عارفهم يشوفوا المنظر الاولاني اهو. العظمه هنا في اخرها بقى عامل كده. مش دي كان الشكل الاولاني؟ الله، ايه شايل الجزء العريض اللي كان تحت ده؟ الاوستيوكلاست. مش احنا قلنا الاوستيوكلاست ربنا منع عشان تظبط العظم وترجعه لايه؟ لاصله تاني. دي عامله زي حاجه بتنحت الحاجات الزيادات وتظبطها. طيب ما ايه اللي يفرق الشكل ده عن العظمه الاسرانيه القديمه؟ تبص كده على نهايه العظمه دي تلاقي بدل ما هو كان خط ابيض رفيع كده بقى خط ابيض ايه؟ تخين. لكن كل حاجه كانت موجوده قبل كده ايه؟ اتظبطت. البون دينت رجعت لطبيعتها. الدبل بروسيا ما بقاش موجود، الجرين ستيك فراكشر لحم، كل حاجه ضغطت. ده بسميه هيلد، بسميه ايه؟ هيلد بريكتس، وبرده مرسوم عندي ايه؟ حضراتكم. يبقى هنا راديولوجيكالي في الاكتف بريكتس عندي ريفاكشن اوف ذا بون، عندي كابينج، عندي برودنينج، عندنا ايه؟ فريم، ممكن الاقي دبل بروستيا لاين، ممكن الاقي بون ديفورميتي، ممكن الاقي جرين ستيك ايه؟ فراكشر. في الهيلينج ريكت زيه زي الاكتف، ما عدا ان انا ما عنديش ايه؟ فريم، يا دوب اللي بدا يتكون عندي لاين اوف اوستيفيكيشن في الزون بروفيشنال ايه؟ كالسيفيكيشن. في مشاكل الهيلد ريكت كل حاجه اختفت، لكن انا عندي ثيك لاين اوف اوستيفيكيشن في نهايه مين؟ البون. الباثوفيسيولوجي للراديولوجيكال فايندينج اوف ريكتس مفهوم ولا مش مفهوم؟
واضح يا ولاد؟ في اي مشاكل رينال ريكتس. نعم ليه؟ ما هو والله جاي، هو مش موجود هنا في قبل بيجيب حاجة فاستري. بالنسبة للديفورميت يا اولاد، نواحيها احيانا تحتاج جراحة احيانا. نعم ليه؟ تضعفي؟ لا هو حسب مرحلة سنية، وحسب في ديفورميت ده ملهاش حد غير جراحة فقط. يدرس ملهاش دعوة. طيب لو هدي انترا ماسكولر
مدة قد ايه اقدر تشاهد وريت اسم تجاري وبقيت تعمل ايه؟ اسم تجاري ليه؟ انت عايز تشتغل دكتور دلوقتي؟ انت مش مصلح ليك تشتغل دكتور دلوقتي، انت عايز اسم تجاري ليه؟ بتاع الفيتامين دي. هو جاي بقول ايه؟ ان الكورتيزون، احنا قلنا الكورتيزون بيعمل بلوك للفيتامين دي ريسبتور، بيعمل بلوك للفيتامين دي ريسبتور المره اللي فاتت، وقلنا ان هو بيعمل اوستيومانيشيا شادو اوستيوبروزس الاثنين ايه؟ مع بعض. بقول لك هل الكلام ده بيحصل لما اخد اورال كورتيزون؟ وبالتالي انا لو مشكله بيحصل مع الاورال كورتيزون هديله انترا ايه؟ انا ما قلتش كده، انا قلت الكورتيزون بيعمل كده سواء اتاخد اورال سواء اتاخد ايه؟ اي ام، كل ده هيعمله الايه؟ الكورتيزون اللي ده سيستميك ايه؟ افكت، ملوش دعوه ان هو بيتاخد ايه؟ اورال. يعني الناس متخيله مادة الكورتيزون اورال وهو ماشي في الجي اي تي يقوم مقفل الريسبتور، لكن ما دي انترا ماسكرا مش هيقدر يوصل للجي اي تي ولا يقفل الريسبتور، هيمنطق غريب جدا. لا طبعا ملوش دعوه. هدي لمده قد ايه في الاذر تو تشايلد؟ طبعا الكورتيزون عشان يعمل المشاكل دي لازم تستعمله اكتر من 2 مانث، لازم تستعمله اكتر من ايه؟ من 2 مانث. لذلك الهلع اللي بيحصل ناس عيل خد كورتيزون اسبوع اسبوعين يبدا بقى يقعد مع دكتور اهبل يقول له هيجيب لك فشل في الجهاز المناعي، هيجيب لك فشل في العصب، مش اخدت 5 ايام ربنا يستر عليك، ما تمشيش حد يخبطك خبطه كده تتفشفش، واخد بالك؟ انت راجل فش دلوقتي، قالوا ده كده كويس؟ لا انت دماغك خفيفه مفيش اكتر من كده، مفيش حاجه كده. الكورتيزون يعمل البلاوي دي كلها لو باخده اكتر من 2 مانث. ريكابس، رينال ريكتس، رينال ريكتس عمره ما نزل فيلم ده قبل كده على الاطلاق الا مره واحده في الثمانينات، وده هذا لم يكن، يعني قبل عيد ميلاد كنتو كان عندنا يرحم الله الجميع اذكروا محاسن موتاكم للصف يعني كويسين ربنا يرحمهم ويسامحكم جميعا. سؤال رينال ريكتس تمام؟ ده قمة الإيذاء. أيا كان هو جملة واحدة. هذا كلام مش يعني من المنطق إن يجي نوادي. لكن هو بيجي كتير قوي في الإم سي كيو. كان الإم سي كيو بيلعب لك في الرينا ريكتس كتير. في الشفوي على حالة ريكتس يبدأ يفتحك فين؟ في الرينا ريكتس، دخلت حالة ريكتس في الامتحان. يبدأ يسألك في الرينا ريكتس. هو كله عباره عن اورال وايه؟ وام سي كيو. عمره ما نزل سؤال اتي، عمره ما نزل ايه؟ سؤال اتي الا باستثناء مره واحده، وكلنا معانا مذكره امتحانات وهتلاقوا هذا الكلام موجود فيها. وادام حاجه اورال او حاجه ام سي كيو يبقى الافضل ان احنا نفهمها. ولذلك احنا بنقول هنكتفي بالمعلومات اللي انا هقولها هنا دون الراجل اللي موجود عندكم ده خالص. يبقى كل راجل في المذكرة ده أرجو ألا تنظروا إليه وتبقوا معايا في الكلمتين دول، هلخصوا بطريقة بسيطة وسهلة، ودول اللي احنا بنقول عليهم الكلام الوافي الشافي العافي الكافي. تمام كده؟ طيب رينال ريكتس، رينال ريكتس لو جينا بصينا عليه احنا بنقسمه الى مجموعتين. الى كولوميولر لانكم هو اسهل ما تكون. مش حاجة صعبة. لكن الكلكعة هي اللي بتبوظ دماغ الناس. كولوميولر وتيوبولر. في حاجة مش عارف انا سايبها فيكم. ان انا بحس الطالب كل ما تقول له المعلومة من كلكعة مش فاهمها، كل ما تكون الحاجة غير مفهومة حاجة عظمة. ليه؟ عشان مش فاهم. طول ما هو مش فاهم حاجة العظمة واخد بالك؟ ليه؟ لان حاجة انا مش عارفها يبقى حاجة عظيمة واخد بالك؟ لكن كل ما المعلومة بسيطة انت فاهم. ده موضوع هبل، موضوع تافه، واخدين بالكم؟ فمعرفش حاجة غريبة يعني الناس انتوا غير البشر كلهم. الناس بيتمتعوا ان هم يفهموا وانتوا بتتمتعوا بعدم الفهم. واضح حاجه غريبه. ارجو الا تكون من الطريق الثاني. ما يعنينا؟ عندنا نوعين
انا مسؤول عن كل كلمه انا بقولها. موضوع اسهل ما يكون، بس ادوني دماغكم وهتلاقوه موضوع تافه جدا. يوم الاحد وجلوميريز، طيب ايه الفرق ما بين التيوبولر والجلوميريلر؟ سيبت الامتحان، ايه الفرق ما بين التيوبولر ريكتس والجلوميريلر ريكتس؟ يوم الطالب بقى في الامتحان، امتحان على كلينيكال، بيتكلم مع ممتحن، يقول له والله التيوبولر ريكتس انواع وكذا 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 والجلوميريلر، معناه انت مش فاهم، ده معناه انت بترجع. ما انت مش فاهم صيغه السؤال. يقول لك يا ابني انا مش فاضي للرغ بتاعك ده كده. ايه هي الفرق الواضح؟ او اللي يفرق جلوميرولر من تيوبولر؟ اقول له حاجتين، هم حاجتين اتنين بس. اول حاجه السيرم فوسفيت، السيرم فوسفيت في تيوبولر 5 بتبقى فيري لو. واحد يقول ما انا خدته في الفيتامين دي ديفيشنسي ريكتس كان لو، لكن هنا داري ايه؟ لو. هناك قلنا في الفيتامين دي ديفيشنت ريكت اللي لسه مخلصه دلوقتي اخر المحاضره اللي فاتت. قلنا ان السيرم فوسفيت ممكن يوصل 1.5 مللي جرام، لان النورمال من 4.5 ل 6 وايه؟ ممكن يوصل 1.5، هنا السيرم فوسفيت ممكن توصل لنص ايفن زيرو. السيرم فوسفيت از سو لو. طيب لكن في الجلوميرولر تايب بلاقي السيرم فوسفيت از هاي. ولذلك الاستاذ في الامتحان بيقول لك ايه؟ يقول لك يا ابني العيان ده لو افترضنا ان ده فيتامين دي ديفيشنت ريكتس، ايه هي اللابوراتري فايندنج اللي هتلاقيه فيها؟ اقول له السيرم كالسيوم نورمال او لو، السيرم فوسفيت لو، الالكالين فوسفاتيز عالي. كويس كده؟ الكلام اللي انا قلته اللي فاتت. هلاقي في اليورين الكالسيوم مفيش والفوسفيت عالي والامينو اسيد عاليه فين؟ في اليورين. مش انا قلت اللي فاتت ما تجيبش سيره الفيتامين دي والباراثيرمون عيان اساسا غلبان ما يقدرش يعمل القصه دي. طيب وقلنا يا ابني طب ايه هو نوع الريكتس اللي فيه الفوسفيت عاليه؟ ما فيش غير نوع واحد بس. النوع الاوحد في الريكتس اللي فيه السيرم فوسفيت عالي هو الجلوميرولار ايه؟ تايب اوف ريكتس وفرينا ريكتس، ده النوع الوحيد اللي هلاقي فيه سيرم فوسفيت ايه؟ عالي. كويس؟ هذا النوع هنسميه دلوقتي رينال اوستيوديستروفي، وكلكم خدتوه وعرفتوه في الكرونيك رينال فيليا لما شرحته قبل كده في النقاش. هقوله تاني ونفكركم بيه. طيب يبقى السيرم فوسفيت في جميع انواع الريكتس لو الا الجلوميرولر تايب اوف رينال ريكتس. النقطه الثانيه الباراثيرويد هرمون، خدنا في الفيتامين دي ديفيشنت ريكتس الباراثيرويد هرمون ايه؟ عالي. خلي بالك هنا بقى الباراثيرويد هرمون هنا في التيوبولر الفوسفيت واطيه، واطيه جدا قد لا تكون موجوده، فدي صعب الكسر. في الحاله دي الباراثيرويد هرمون ايه رايكم؟ هو عايز يعلي الكالسيوم ويقلل الكالسيوم بتاعه كله زي الفل مفيش مشاكل. الفوسفيت واطيه. طيب ما تتحرق الفوسفيت، ما انا اساسا كنت برميها فين؟ في اللي ما كنتش محتاجها، يبقى الباراثيرويد هرمون هيتاثر، يبقى هنا هيبقى نورمال. ولذلك هنا التوبولار تايب باراثيرويد هرمون لازم يبقى نورمال. طيب تعالى بقى ليه الجلوميرولار تايب. الجلوميرولار تايب الفوسفيت عالية، والفوسفيت ادام عليت انا عندي حاجة اسمها هولاند فورم، لازم الفوسفيت تعمل الكالسيوم ايه؟ يقل. الكلام ده ما يعجبش مين؟ فالفوسفيت اللي هو مش عايزها عالي والكالسيوم اللي هو عايزه ايه؟ واطي. هتشوفه دلوقتي يطلع عايز يظبط الدنيا، فبتلاقي الباراثيرويد هرمون ايه؟ فيري هاي. ولذلك السؤال الثاني يقول لك الباراثيرويد هرمون في حالات الريكتس اخباره ايه؟ اقول له يوجوالي هاي. كويس كده؟ يقول لك ايه نوع الريكتس اللي بيبقى فيه الباراثيرويد هرمون نورمال؟ ايه نوع الريكتس؟
حضرتك البلد ثيرويد هرمون فيه نورمال التيوبولار تايب. التيوبولار تايب هو النوع الوحيد اللي بيبقى فيه البلد ثيرويد هرمون ايه نورمال. في مشاكل طيب بعد كده نمسك بقى كل نوع على حدة بتفاصيله. جلوميرولار تايب كلنا عارفين مش عايزين نحفظ كله اسهل ما يكون. لو جيت بصينا للجلوميرولار تايب ده عيان عنده يا اولاد كرونيك رينال فيلير. صوت لو سمعته ده عيان عنده كرونيك رينال فيلير. واظن احنا خدنا مع بعض مين الكرونيك رينال فيلير. الكرونيك رينال فيلير ده جاب للولد ده ريكتس وشرحنا زمان الكرونيك رينال فيلير وقلنا ازاي هيؤدي الى الريكتس. هنا بقى الريكتس اللي بيحصل في الكرونيك رينال فيلير ده بيسموه رينال اوستيو ديستروفي. بيسموه ايه؟ رينال اوستيو ديستروفي. يبقى رينال اوستيو ديستروفي ده ريكتس نتيجة ايه؟ نتيجة ايه؟ نتيجة رينال او كرونيك رينال فيلير. ارجو اللي بيسجل احنا قلنا ممنوع التسجيلات باوامر من فوق بعد اذنكم. احنا اللي بيسجل ممنوع التسجيلات حتى لو الاستعمال الشخصي بعد اذنكم. خلاص كده؟ معلش انا بشرحها له ابو سعيد بشرح الحصه كامله مش اي مشاكل. خلاص؟ احنا بنقول التسجيلات ممنوعه باوامر وباتفاق من فوق. طيب. من رئاسه الجامعه فوق. خلاص كده؟ المهم ما يعنينا كرونيك رينال فيلير ازاي هيعمل ريكتس؟ ازاي هيعمل ريكتس؟ اول حاجه خدناها زمان قلنا ادام عندي رينال فيلير يبقى الكدني مش هتقدر تعمل ايه؟ 1 هيدروكسيليشن أو فيتامين دي. يبقى الوان هيدروكسيليشن أو فيتامين دي لن يتم. مش هيحصل عندنا الوان هيدروكسيليشن أو إيه؟ أو فيتامين دي. ولما ما يحصلش عندنا الوان هيدروكسيليشن أو فيتامين دي هيبقى عندي أكتف فورم أو فيتامين دي؟ ما عنديش 125 الواد يجي له ريكتس ولا ما يجيلوش؟ يجي له ريكتس. يبقى اول سبب من اسباب الريكتس في رينال اوستيو ديستروفي اللي هو فيلير اوف هيدروكسيليشن اوف 5 ريكتس. السبب الثاني الاسيدوزس. بتوع رينال فيلير عندهم ميتابوليك اسيدوزس. قلنا زمان في الكرونيك رينال فيلير سبب الاسيدوزس كان حاجتين failure of excretion of acidotic material. السبب الثاني loss of bicarbonate failure الواد جاله ميتابوليك اسيدوزس. طب الاسيدوزس دي هتعمل ايه؟ قلنا بتبدا تدوب الكالسيوم كربونات من البون عشان تاخد بايكربونات من البون فتطلع من البون كالسيوم ايه؟ كربونات. يبقى هي الاسيدوزس هتعمل ميلتنج اوف بون كالسيوم. ليه؟ هتطلع من البون كالسيوم ايه؟ كربونيت. انا هتطلع من البون كالسيوم كربونيت في الحاله دي الكالسيوم داخل البون ايه؟ هيقل المانيفستيشنز اوف ريكتس هاتي. في مشاكل؟ النقطه الثالثه ان في الكرونيك رينال فيلير بيحصل فيلير اوف اكسكريشن اوف فوسفيت فبيحصل ريتنشن اوف فوسفيت. تبدا الفوسفيت تعلى. لما يحصل ريتنشن اوف فوسفيت ايه اللي هيحصل؟ هنا بقى الفوسفيت لما بتعلى حسب الهولاند فورمولا الكالسيوم ايه؟ هيقل. فهنلاقي
الستيت لما بتعلى والكالسيوم يقل هيبدا في الحاله دي يطلع عندي الباراثايرويد ايه؟ هرمون. هتلاقي الباراثايرويد هرمون يعلى جدا. لما يزيد عندي الباراثايرويد هرمون النتيجه ان الباراثايرويد هرمون لما يعلى جدا هو طالع عشان يظبط مين؟ السيرم كالسيوم وينزل السيرم فوسفين. يقوم رايح على العظم واخد منه كالسيوم زائد فوسفين. اللي بياخدش من العظم كالسيوم بس، بياخد من العظم كالسيوم وايه؟ كالسيوم زائد فوسفين. طيب يجي على الكدني، التارجت بتاعه كان الكدني، مش احنا خدنا الكلام ده في مقدمة الريكت. الباراثورمون كان بيعمل ايه في الكدني؟ باراثورمون بالظبط كده بيعمل ري ابزوربشن اوف كالسيوم ونقص ايه؟ لكن انت هنا عندك الكدني مضروبة، ادام الكدني مضروبة لن تستجيب لمين؟ للباراثورمون. ادام ما تستجيبش للباراثورمون ايه النتيجة؟ يقوم الكالسيوم يقع في اليوريد. ما الحاجة اللي كانت بتمنع نزوله هو مين؟ الباراثورمون. الباراثورمون مش موجود يبقى الكالسيوم هيقع. مش كده وبس، هيحصل ريتنشن اوف ايه؟ اوف فوسفيت. الفوسفيت بقى مش هتنزل عكس اللي احنا عايزينه. هو طلع من البون كالسيوم وفوسفيت، للاسف قام الكالسيوم واقع فين؟ في اليورين. والفوسفيت ايه؟ والفوسفيت عالي الزياده. لما تعلى الزياده يقوم الباراثورمون يطلع اكثر، يقوم ياخد من البون كالسيوم وفوسفيت اكثر، وهكذا ندخل في فيشس ايه؟ سيركت. لحد ما تبص على العظمه تلاقيه مليانه حتت ما فيهاش ايه؟ كالسيوم ولا فوسفين. دي سميناها قبل كده في الريكت اسف في الرينال فيلير حاجه اسمها ايه؟ اوستيايتس فايبروزا سيستيكا. اكن العظم مليان بون ايه؟ سيست. اوستيايتس فايبروزا سيستيكا سميها اوستيايتس فايبروزا سيستيكا. والله الموضوع ما مستحمل كلام، ماشي؟ اوستيايتس فايبروزا سيستيكا. طيب يبقى هنا في اسباب الريكتس في الرينال فيلير. اول حاجه فيلير اوف هيدروكسيليشن وفيتامين دي. الحاجه الثانيه الاسيدوسس، هتعمل ميلتنج وفون كالسيوم. الحاجه الثالثه الريتنشن اوف فوسفيت، هتعمل هايبر باراثيروزيز، هتزود اماكتك ايه؟ مانيفستيشن. في مشاكل؟ طيب كلينيكالي العيان ده فيه ايه؟ هو رينال فيلير بس معاه كل المانيفستيشنز اوف ايه؟ اوف ريكتس. تعالى بقى لابوراتوري، كل الحاجات بتاع الرينال فيلير مش موضوعي، لكن ايه المانيفستيشنز اوف ريكتس في العيانين دول؟ اول حاجه لابوراتوري بنقيس السيرم كالسيوم. احنا قلنا في الريكتس هيقيس مين؟ كالسيوم صفر والكلاي فوسفاتين، دول الاساس. تعالى معايا شوف العيال دول السيرم كالسيوم اخباره ايه؟ يا اما نورمال يا اما لو. حسب اذا كان الكميه اللي بتطلع من البون قد اللي بتنزل في اليورين يبقى الكالسيوم نقص، لكن الغالب يبقى لو. هل معنى ذلك ان في الرينال اوستو ديستروفي الكالسيوم لو العيان يجي له تتني؟ لا، ما يجيلوش لوجود مين؟ الاسيدوز. وهنفهم لما اخد التتني المره القادمه هناخد التتني، وده موضوع نظري فقط لا غير زي ما قلنا في مقدمه الباكت. هنفهم ايه هو دور الاسيدوزس في موضوع التتاني. يبقى هنا وجود الاسيدوز هيمنع ظهور التتاني. طب الفوسفيت اخبارها ايه؟ عاليه جدا، وقلنا ده النوع الوحيد اللي في الريكتس اللي بلاقي ايه؟ عالي. الالكلاي فوسفاتيز ده ريكتس، يبقى الالكلاي فوسفاتيز هلاقيه ايه؟ عالي. طيب اليورين، ايه رايكم في اليورين بتاع العينين دول؟ هلاقي فيه ايه؟ وما فيهوش فوسفيت. عكس مين؟ الفيتامين دي ديفيشنت ريكت اللي خدته المره اللي فاتت. الفيتامين دي ديفيشنت ريكت اللي انا خدته المره اللي فاتت كان كل اليورين فيه ايه؟ فوسفيت، مليان فوسفيت، لكن ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش كالسيوم. كلام واضح؟ طيب بعد كده العيال دول لو جيت قست الفيتامين دي، ركزوا بقى هنا، هتلاقوا ال 125 قليل، صح؟ صح ولا لا؟ صح.
5 هيدروكسي نورمال، والكور كالسيفرول اللي هو الفيتامين دي 3 نورمال، هو مين اللي قليل بس 125، لكن ال 25 هيدروكسي نورمال والفيتامين دي نورمال. يبقى الفيتامين دي نورمال اللي هو الفيتامين دي 3 اللي هو الكور كالسيفرول نورمال، ال 25 هيدروكسي فيتامين دي 3 نورمال، لكن اللي قليل فقط مين ال 125، لكن في الفيتامين دي ديفيشنسي ريكس مين قليل؟ مين فيتامين دي ديفيشنسي؟ الكل هيبقى قليل، ده الاصل مش جاي، يبقى الكل هيبقى ايه؟ قليل، لكن المشكلة هنا في ال 1 هيدروكسيليشن بس. انتوا بالكم تنحيل، انتوا مش فاهمين؟ ولاد مش فاهمين؟ فاهمين؟ طيب، بعد كده الأبدو بقى راديولوجيكالي، إيه الدياجنوستيك راديولوجيكالي؟ كل المانيفستيشن اوف اكتيف ريكتس موجوده بس يضاف عليها الاوستيايتس فايبروزا تيبيكا. كل المانيفستيشن اوف اكتيف ريكتس موجوده بس هيضاف عليها الاوستيايتس ايه؟ فايبروزا تيبيكا. اعالج بقى العيان ده ازاي؟ تعالجه ازاي؟ اعالج الرينال فيلر ده الاساس. طب اضبط الريكتس ازاي؟ اسمحت بقى اشوف عشان اضبط الريكتس اشوف ايه اللي حصل. هتعمل ايه؟ تفاصيل البلاوي اللي هنا دي. لا انتوا اللي هتقولوا. هتدي فيتامين دي، فيتامين دي عادي. هيدي اكتف فورما وفيتامين دي. يا اما يدي 125 او يدي 1 هيدروكس على الاقل. ال 1 هيدروكس هيدخل الليفر بتاعه سليم هياخد 25 بما تحول لاكتف فورما. يبقى بندي اكتف فورما وفي ايه؟ وفيتامين دي ما ينفعش فيتامين دي بس. الاكتف فور الاكتف فور ساعات البش تعال قوم ما بحركش تعال لي هنا جنبي اهو. لا مش انت الحاسس اللي وراه انت ذنبك ايه؟ الراجل ده حبيبني ما جيتش انا اهو. يجمع الغرزه دي طبعا كده كويس. حتى الجو طراوه وبتاع هم مطبعينك هناك هم اللي بيجبروك على الكلام. انا جايبك هنا عشان ما حدش يخليك تتكلم. هنقولها هنا دور عليك ماشي. هنا بقى حد اكتف فورم وفي ايه؟ وفيتامين دي في مشاكل. طيب ينفع عندي فيتامين دي وزود كالسيوم؟ ده اساس تتردي معاه ايه؟ كالسيوم. طيب نعمل ايه تاني يا ريس؟ لا بص قدامك هتلاقي كل حاجه موجوده. ها؟ ما احنا ادينا فيتامين دي وكالسيوم انت مستمعها دلوقتي. ها؟ صلح الكلام ده ازاي؟ حاجه تجيب الضغط. اضبط الاسيدوزس اضبط مين؟ طول ما في اسيدوزس هيطلع الكالسيوم كربونيت منين؟ من البول. يبقى لازم ادي صوديوم بايكارب عشان اضبط الاسيدوزس. طيب الاكسس فوسفيت نعمل ايه؟ نقلل الفوسفيت في الاكل. نقول الوالده ممنوع تاكل اي حاجه فيها فوسفيت، واغنى مصادر الفوسفيت الاسماك زي ما قلنا قبل كده. طيب النقطة الثانية أحيانا نعمل هذا الكلام وما يجيبش نتيجة. نقوم مدين حاجة اسمها فوسفيت بايندرز تمسك الفوسفيت من الجاف وتمنع الايه؟ الفوسفيت ابزوربشن. عملنا الكلام ده ما ينفعش. ففي الريزيستنت كيسز ممكن اضطر اشيل الباراثايرويد. اشيل مين؟ الباراثايرويد. نعمل باراثايرويدكتومي. يبقى في الريزيستنت كيسز ممكن اعمل باراثايروتكتومي. واحد يقول بعد ما تشيل الباراثايرويد ايه اللي هيحصل؟ ما انا بدي كده كده اكتف فورم وفيتامين دي وكالسيوم انا مش خايف من حاجه. يبقى هنا في ريزيستنت كيسز ممكن اشيل مين؟ الباراثايرويد كمان. يبقى العلاج بتاع الرينال اوستيوديستروفي او الجلوميرولار سايت خلاص ادينا اكتف فورم وفيتامين دي ومعاه كالسيوم، صلحنا الاسيدوزس، قللنا الفوسفيت في الاكل، ادينا فوسفيت بايندرز عشان تمنع الفوسفيت ايه؟
absorption. في resistant cases عملنا thyroidectomy. في مشاكل والoriginal disease لازم ايه؟ احاول اطبقه. اللي هو renal failure ان نعمل dialysis، renal transplant نعمل للتحس. tubular types. المهم ايه؟ طلع شرب شاي بقى، نحلف بالشاي. قابل قالت له
طيب هات لي شاي بس من غير سكر عشان عامله دايت. غير سكر عشان عامله دايت. انت واخد الكوكتيل كله فاتحه معلقه السكر. قالت لي شوف بقى انا ماشي قلت لها هو ما عرفش يديك ليه. حاجات بتاعت ربنا بقى ربنا اللي يعرف واضح. وانا شايفها قدام عينيا بتنفع مش بتنفع. فانت عملت زي دي بالظبط. صوديا بايكارب شويه الصوديا اللي في البايكارب وهم اللي يعملوا صوديا بيوصل ريتنشن. تلاقي انت واحد واكل برميل طرشي واكل مش عارف ايه لكن مش شويه صوديا بايكارب هو اللي هيعمل الكسر. خلونا هنا خلونا هنا يلا بس عشان تفصل. برايمري اول حاجه في التيبولار دايت برايمري هايبوكوستاتيميك ريكت. برايمري هايبو كوستاتيميك ريكت. برايمري هايبو كوستاتيميك ريكتس. البرايمري هايبو كوستاتيميك ريكتس خلاص ده النوع الوحيد اللي عندك في طب الاطفال على الاطلاق اكس لينك دوميننت ديزيز. طبعا احنا خدنا جينيتكس وفاهمين دلوقتي يعني ايه كلمه اكس لينك ايه دوميننت. النوع الوحيد اللي هو اكس لينكد ايه دوميننت. ايه مشكله البرايمري هايبوكوستاتيميك ريكتس؟ الطفل ده عنده جين. الجين ده عامل تيوبولار ديفكت عنده. تيوبولار ايه ديفكت. التيوبولار ديفكت ده بيحصل فيه ايه؟ فيلير اوف ري ابزوربشن اوف فوسفيت. مشكلته الكدني بتفقد الفوسفيت فين؟ اي فوسفيت يدخل بينزل فيه اليورين. فبيحصل اكسكريشن اوف فوسفيت في اليورين. كل الفوسفيت اللي عنده ينزل فين؟ في اليورين. اداب الفوسفيت قل الله ما هو البول هو اصله كالسيوم ايه؟ فوسفيت. اداب ما فيش كالسيوم فوسفيت يبقى اذا ما فيش ايه؟ نيو بون فورميشن. المينرال بارت بتاع البون ايه؟ يقل. يبقى هنا سبب الريكتس مش نتيجه الكالسيوم في البون قل، نتيجه الفوسفيت في البون ايه؟ قل. الكلام واضح؟ الفوسفيت هنا بتبقى قليله جدا. طيب لكن الكالسيوم نورمال. لذلك العيال دول هيبقى عندهم ريكتس، فعلا عندهم ريكتس. لكن ايه الفرق بينه وبين الريكتس العادي؟ انا عايز واحد دماغه شغاله. كالسيوم في البون كويس. نعم؟ الباراثيرود هرمون نورمال. فوسفيت وانا لقيت الباراثيرود هرمون نورمال. فمش هيشيل كالسيوم من البول، كالسيوم في البول نورمال، ايه النتيجة؟ كالسيوم في البول طول ما هو نورمال يمنع ايه؟ هيمنع بالظبط كده، هيمنع الاوستيوتيشو ديبوزيت، هيمنع الكارتلج ايه؟ بروفيش. العيال دول تبص عليهم بقى تلاقي عندهم ايه؟ انا عايز دماغك مش عايز تكتب. تبص عليه ما تلاقيش عنده فرانتال ولا بارايتال بوكس. السكار سيركمفرنس مش كبير. تبص على الولد ما عندهوش بروتيني، ما عندهوش مرفان، ما عندهوش شركه ايه؟ روتري. الحاجات اللي سببها اوستيوتيشو ديبوزيت والكارتلج بروفريشن ما حصلتش. كل المانيفستيشن دو فريكنسي فيه اللي هو الايه؟ ديلي دنتيشن مش عارف اكون فيه. النقطه الثانيه ديلي موفل ديفلوبمنت. ليه؟ عشان البون ضعيفه جدا عندهم هايبوتونيا ماسل ويكنس ديليد موتور ايه؟ ديفلوبمنت. وعندهم ديليد كلوجر اوف ذا ايه؟ اوف ذا فونتانيل. يبقى كل اللي موجود عندهم هذا الكلام ان بيبقى عندهم ال ديليد كلوجر اوف فونتانيل كلينيكال ساين والسيمبتومز مجرد الوقت بيتاخر في المشي ويتاخر فين؟ في التسليم. في مشاكل؟ طيب بعد كده العيال دول اهم حاجه في الانفستيجيشن هتلاقي الفوسفيت بتاعتهم السولو كالسيوم نورمال باراثيرود هرمون نورمال الكالاين فوسفاتيز از هاي. عشان سمعت دلوقتي واحد بيقول الكالاين فوسفاتيز ايه؟ نورمال. لا
الكريستال في البون هيبدا يحصل تخبط في بعضيها، هيبدا ينبه الاوستيوبلاست، الاوستيوبلاست تطلع مين؟ الكريفوستاتين، ده الكريفوستاتين عايز. طيب العيال دول هنلاقي عندهم في الاكس راي راديولوجيكال فايندنج بتاع الركبه العاديه، لكن علاجهم ايه؟ ادي فوسفيت، الولد ده ياخد فوسفيت، بس مش ياخد فوسفيت بتاع كيلو سمك، عشان السمك الولد ده عايز كل يوم ياكل 2 كيلو سمك، مين اللي هيلاحق عليه؟ ارميه في البحر بقى وسيبه، دي قصه ثانيه. الحل بتاعه نديله فوسفيت بكميات كبيره، الفوسفيت دي في صوره اقراص، كويس؟ الاقراص في عندي من نص الحال 1 جرام، ممكن نديله ايه من 4 جرام في اليوم وتبقى حسب الموضوع، ورخيصه ومش غاليه، فبنديله ايه؟ فوسفيت. طبعا هنا في مشكله، ان انا لما ادي فوسفيت الفوسفيت هتروح في البون تاخد الكالسيوم وتكون نيو بون فورميشن، يبدا الكالسيوم ايه؟ يقل. يبقى ما تنساش لازم تدي معاه فيتامين دي وايه؟ وكالسيوم، لان الفوسفيت اللي هتديه هتعمل كونسبشن لمين؟ للكالسيوم، يبقى لازم تدي معاه فيتامين دي وايه؟ والكالسيوم. يبقى هندي فوسفيت وهندي فيتامين دي اند ايه؟ اند كالسيوم. طيب يقول لك يا ابني استاذ من الاساتذه، يقول لك يا ابني انا شفت حاله برايمري هايبوفوسفاتيميك ريكتس معاها فوسي ومعاها بروجيني ومعاها فريج اسف الماركانساين ومعاها ريكتس روتري. اقول له احيانا البرايمري هايبوفوسفاتيميك ريكتس يبقى معاه اسوشيتد ديفكت في الهيدروكسيليشن اوف فيتامين دي انسايد ذا كيدني، يبقى نفس الجين ممكن يبقى معاه او مأثر على الهيدروكسيليشن اوف فيتامين دي انسايد ذا ايه؟ ذا كيدني. في الحاله دي بقى المشكله مش في الفوسفيت بس، المشكله كمان في الفيتامين دي، ما عنديش اكتف فورم اوف ايه؟ اوف فيتامين دي، هيبقى عنده سي في ريكتس في الحاله دي، هتلاقي كل حاجه موجوده وبصوره عنيفه جدا. وارد وارد الكلام ده، الاوقع ان هو نفس الميوتيشن عندهم جين طفرات جينيه ممكن تبقى عامله كذا حاجه. البرايمري هايبوفوسفاتيميك ريكتس مش عايزين من حضراتكم اكتر من كلمتين المعفنين المنفنين تعبط، في مشاكل؟ طيب فانكوني سندروم مش فانكوني انيميا، احنا خدنا فانكوني انيميا فين؟ فين يا اولاد؟ فين يا فاروز الله يرحمه؟ الله يرحمه زي امثال. فانكوني سندروم. الفانكوني سندروم ممكن تبقى حاجة هيريديتري، المود اوف انهيرتنس لازم تبقى عارفها، اوتوسومال ريسيسيف ايه؟ جين. واحيانا تبقى سكندري حاجات كتير قوي، سكندري تو نيفروتوكسيك دراجز، وات ايفر نيفروتوكسيك دراجز، ممكن تبقى سكندري تو ميتابوليك ديزيزز، وهناخد في اسباب الهيباتوميجا لكل الميتابوليك ديزيزز، يعني ممكن الاقيها في الجلايكوجين ستورج ديزيز، ممكن الاقيها في الجالاكتوسيميا، ممكن الاقيها في ال الليبيد ستورج ديزيز، ممكن نلاقيها في الثايروزينيميا، مليون حاجه ممكن تعمل ويلسون ديزيز وات ايفر، يبقى هنا ممكن تبقى اسوشيتد مع ميتابوليك ايه؟ ديزيز بتؤثر على الكبني، وكل الارقام او الاسماء اللي انا بقولها هتاخدوها في مكانها وهي برضه اتفه ما تكون. يبقى هي حاجه كونجنتال يا ايه؟ اكواير، ميلي كونجنتال تايب اللي هو اوتوسومال ايه؟ ديزيز. اي حاجه تعمل فانكوني سندروم بتعمل تيوبولار ديفكت. التيوبولار ديفكت بتخلي التيوبيول ليس لها القدره على الاحتفاظ بخمس حاجات، اذا ما تحتفظش بخمس حاجات هترميهم فين؟ في اليوم. ايه هما الخمس حاجات دول؟ اول حاجه عندنا الامينو اسيد.
المفروض كل الامينو اسيد اللي يحصل لها فلتريشن عن طريق الجلوميرولس او تكيدني يحصل لها كومبليت ري ابزوربشن من البروكسيمال كومبليوتد تيبيول. هنا الامينو اسيد تنزل في اليوريك، ما هي الامينو اسيد هي اصل تكوين البروتين. طيب في الحاله دي لما الامينو اسيد تنزل في اليوريك، في الحاله دي الولد ده هيحصل له فيلير تو ثرايف، اف تي تي فيلير تو ثرايف او فيلير تو جرو. ما معنى الفرق ما بين فيلير تو ثرايف بينه وبين الويستنج او الويت لوس، بينها وبين الشورت ستكشن قصص كويس؟ واحد ما بيزيدش معناه ما بينموش، واحد ما بيطولش معناه ما بينموش. اما فيلر تو ثرايف معناها ويت اند هايت بوث ار افكتيف، يبقى هنا الوزن ما بيطول ولا بيزيد في الوزن. ولذلك عيال الفانكوني لما تشوفه تديله سن اقل من سنه، تبص واحد مثلا زي يجي لك طفل عنده 12 سنه تبص عليه تقول الله الولد ده كبيره سنتين ونص، شوف الفرق شاسع جدا. ده بتوع الفانكوني تلاقيهم صغيرين قوي صغيرين قوي، دايما تحس ان هو طفل لسه صغير صغير خالص. تمام؟ ليه؟ لان كل الامينو اسيد بتنزل في اليورين لا الواد وزنه هيزيد ولا طوله هيزيد، فبيبان بحجم متناسق كطفل ايه؟ صغير. النقطة الثانية بيحصل عندهم البوتاسيوم ان يورين، البوتاسيوم بينزل في اليورين. أدام البوتاسيوم ينزل في اليورين العيال دول هيجي لهم هايبو ولا هايبر كاليميا؟ هايبو كاليميا دي حاجة مهببة. لما السيرا بوتاسيوم يقل هناخد الكلام ده في الالكترولايت ديس اوردر، ما تكتبوش حاجه، هتلاقي الواد بدا يجيله براديكارديا كويس، مش كده وبس، يجيله باراليتيك ايليس، يجيله ماسل كرامبس الى اخره. كل ده نتيجه ضعف مين؟ البوتاسيوم. يبقى عنده انساك مش دايريه، يبقى عنده ايه؟ كونستيشن. كل ده مانيفستيشنز اوف هايبو ايه؟ كاليميا. بلاش كده، بيحصل لوس اوف جلوكوز. لوس اوف جلوكوز في اليورين، تخيل السكر بينزل في اليورين. لما السكر ينزل في اليورين يبقى عنده اوليجوريا ولا بوليوريا؟ اوزموتيك دايوريتس، هيعمل بوليوريا. الواد بيطول كتير، بيدخل حمام كتير والبول كتير كويس، انا بيطول كتير يعطش فيشرب كتير، عند بوليوريا وبولي ديبسيا. الواحد لو سمع القصه دي هيفكر الواد عنده ايه، لكن تقيس السكر يا نورمال يا لو، عمره ما يبقى عالي. تقيس السكر يا سي يا نورمال يا ايه؟ يا لو. كويس؟ طيب بتلاقي معاهم بوليتيشيا، عارف بوليتيشيا ليه؟ سكره بيقع. لما السكر بيقع الفيلينج سنتر عندنا ايه؟ يشتغل، يبدا الواد يجوع بسرعه. ما هو ده السكر بيقع في اليورين هيجوع بسرعه، يبدا ياكل كتير. عندهم بوليتيشيا وبوليوريا وبوليديبسيا وويت لوس، لان وزنه ايه؟ ما بيزيدش. لذلك ده بيدخل في الديفرنشال دايجنوز اوف ايه؟ اوف دايابيتس. طيب الحاجه الرابعه بيحصل عندهم نقص بايكارب في اليورين. لما يحصل عندهم نقص بايكارب في اليورين النتيجه، بايكارب نزل في اليورين، يبقى اليورين الكلاين ولا اسيديك؟ احنا طبيعي اليورين عندنا اسيديك ولا الكلاين؟ طبيعي عندنا كلنا اليورين اسيديك، هنا اليورين ايه؟ الكلاين، اليورين الكلاين. هنا بقى هناخد ان شاء الله بعد كده الشيء بالشيء يذكر، عشان دي اسئله شفوي في النص. هناخد بعد كده في الانفكشن يورينري تراكت انفكشن، لان احنا قلنا اليو تي اي مكتوبه في الكتاب تبع النيكولوجي، لكن احنا بنقولها مع الانفكشن. هنقول ان اي اورجانيزم يجي في اليورين ويعمل انفكشن لازم يكون الاورجانيزم ده بيحب يعيش على اسيديك ميديا، لان اليورين ايه؟ اسيديك. ما عدا اورجانيزم واحد هو اسمه البروتياس. اسمها ايه؟ البروتياس دي ما تعيش الا في الكلاين ايه؟ الكلاين ميديا. يجي الممتحن يقول لك سؤال اهو، يقول لك ايه اكتر عيان يجي له يورينري تراكت انفكشن في البروتياس؟ وانت مش واخد بالك ايه عيان يجي له اكتر، يجي له يورينري تراكت انفكشن في البروتياس؟
هو عايزك بقى يشوفك دماغك طاقة ولا بايظه ولا فيها ايه. يقول لك اكتر عيان يجي له يورينري تراكت انفكشن في البروتياز هو مين؟ بتاع الفانكوني. ليه؟ هقول له يا بيه عشان الفانكوني البي اتش اوف يورين بتاعته ايه؟ الكلاين، ودي الميديا اللي تحبها ايه؟ البروتياز. في مشاكل؟ طيب الحاجه اللي بعد كده، طبعا لما يحصل لص البايكارب العيال دول يبقى عندهم ايه؟ اسيدوزس. انا لسه قايل حالا ان الاسيدوز هتعمل ايه؟ تعمل ايه يا اولاد؟ سيلوزز تعمل ميلتنج اوف بون كالسيوم، تطلع من الكالسيوم من الاسم من البون كالسيوم ايه؟ كربونيت. لما تطلع من البون كالسيوم كربونيت، الكالسيوم في البون يقل، الواد يجي له ايه؟ ريك. الحاجه الاخيره من الخمس حاجات بتوع البنكوني اللي بيحصل لص فوسفيت فين؟ في اليورين. يبقى هنا العيانين دول يجي لهم ريكت ايه؟ لسببين، نص بايكارب في اليورين فيحصل ميلتنج اوف بون كالسيوم. يبقى هنا خلي بالك البون كالسيوم هيبقى ايه؟ قليل، وفي نفس الوقت نص فوسفيت في اليورين، فالفوسفيت في البون هتكون ايه؟ قليله. فالبون هيبقى فيه نقص في الكالسيوم والفوسفيت. ادام في نقص في الكالسيوم والفوسفيت، ركز معايا، دماغك خلاها طاقه، يكون عندكم هيدروكيفلس، هتلاقي عنده برودنج ولا لا؟ اسف، بوستنج ولا لا؟ عنده ريكت روتري ولا ما عندوش؟ عنده مرتان ولا ما عندوش؟ عنده برودنج ولا ما عندوش؟ عنده، لان الكالسيوم والفوسفيت في البون قليل. مين اللي قلل الكالسيوم في البون؟ الاسيدوز. مين اللي قلل الفوسفيت في البون؟ اللي هي بتنزل فين؟ في اليورين. لله الحمد والمنه. مفهوم الكلام؟ واضح كده؟ يبقى هنا ده اللي بيحصل في الانكوني سيندروم. في مشاكل؟ طيب يبقى قلنا العيان عنده فيليا سترايت، العيان عنده مانيفستيشنز اوف هايبوكاليميا، عنده مانيفستيشنز شبه الدايابيتس بالضبط، بالاضافه لمانيفستيشنز اوف اسيدوز، بالاضافه الى اريكت. كل الكلام ده الموجود عندنا. تمام. هي العيال دول ممكن يبقى معاهم اوستيوبروز؟ ايوه. ليه؟ عشان الامينو اسيد قليله. طيب بعد كده خلاص نيجي بقى نشوف العيال دول ايه الانفستيجيشن نعملها يا دكتوره؟ قولي لي بقى حضرتك ايه الانفستيجيشن تعمليها عشان خاطري فانكوني ازاي؟ ايوه انت مش شايفاني؟ ايه الانفستيجيشن هتعمليها؟ تخاطري فانكوني ازاي؟ الحاجات دي كلها هتقيسيها في البلاد هتلاقيها ايه؟ قليله، وفي اليورين بس كده، هو بتخصص كده، هلاقي كل ده موجود فين؟ في اليورين، وقليل فين؟ في الدم. في مشاكل سهله؟ طيب نعالجه ازاي؟ ايه رايك؟ خدي حاجه من اللي هنا كده. ما انا عالج العيان مش عالج الريكس بقى، العيان ده كله. ندي هاي بروتين دايت عشان اعوض الامينو اسيد دوت فين؟ في اليورين. حد مش فاهم؟ كويس جدا. تعملي ايه تاني؟ ندي ايه؟ ندي اكسس فوسفيت، يبقى هنا حد فوسفيت. برافو عليك. طيب سامع دلوقتي الصوديوم ايه؟ بايكارب، عشان اطلع مين؟ الاسيدوز. اصبر عليا. ندي فريكوانت ميلز، مش هدي جلوكوز بقى، مش هقول له كل سكر يعني، لا هدي فريكوانت ميلز. يا الواد ما يصومش شرعا، لا يصوم. ليه؟ لان لو صام هيوصل في هايبوغلايسيميا يموت، يبقى هياخد فريكوانت ميلز. طيب البوتاسيوم، ندي بوتاسيوم ايه؟ كلورايد. في مشاكل؟ هيمشي على كل هذا الكلام لحد ما نعمل له رينا ايه؟ ترانسبلانتيشن. هو الحل الامثل ان احنا نعمل رينا ترانسبلانت. كلكم نسيتوا حاجه هامه جدا، لازم تدي اكتف فورم اوف فيتامين دي عند كالسيوم. ليه؟ عشان الكالسيوم اللي في البون لازم تظبطه، فتدي فيتامين دي وايه؟ وكالسيوم. برضه في كل السيوبرال افكتس دول احيانا يبقى اسوشيتد هيدروكسيشن فيتامين دي موجوده، بنضطر ندي اكتف فورم زائد ايه؟ زائد كالسيوم. بامانه حاسين في مشاكل؟ الفانكوني فيه مشكله؟ طيب بعد كده سيتي نوزز او لجنك سندروم، مش رجلك، لجنك باللام.
كل موضوع ياخد خمس دقايق، كل موضوع خمس دقايق، هقول لجنك والوي وتمشي. والتاني وهنبدا في النيوتريشنال ديس اوردر ان شاء الله، اللي هو اساس المرضنا في الكوش والكور، الكلام العيش الثاني ده مفيش مشاكل فيه. بعد كده خلاص عندنا حاجه 60 نوزلز، او بنسميها ليج ناك سيندروم. الموضوع في الهيريتنس اوتوسومال ريسيسيف، اوتوسومال ايه؟ ريسيسيف. السيستينوزس يا اولاد المشكلة عندي ان الستين امينو اسيد الستين امينو اسيد بيحصل له ديبوزيت ان فاريس تيشوز. البورن ايرو في تابلت 60 امينو اسيد بتطبق في حتت كتير قوي. الحتت دي اول حاجه تهمني الكدني، لما تطبق في التبيولز اوف ذا كدني هيعمل لي فانكوني سندرو اللي انا قايلها دلوقتي. فهنا الفانكوني هتعتبر برايمري ولا سكندري؟ ها؟ سكندري. يبقى في الكدني هيعمل ايه؟ فانكوني. ولذلك كتبته عشان موضوع السنكون. مش كده وبس، ال 60 امينو اسيد بيحصل له ديبوزيت في الريتيكولو اندوثيليال سيستم. ريتيكولو اندوثيليال سيستم. ايه ريتيكولو اندوثيليال سيستم؟ اول حاجه الليمف نود، فتلاقي عندهم جنراليز لينفادينوباثي. السبلين، ده عندهم سبلينو ميجالي مش كده وبس، والهباتو ميجالي عندهم هباتو سبلينو ميجالي مش كده وبس. يترسب عندي في البون مارو، يدمر المارو كافيتي، يعمل لي ابلاستيك انيميا، يعمل تاني ايه؟ سايتوبين. يبقى الريتيكولو اندوثيليال سيستم ليمف نود يعمل جنرالايز ليمفادينوباثي، يعمل هباتو سبلينو ميجالي، ويعمل ابلاستيك ايه؟ انيميا او بوم مارو فيلير ايا كان المسمى. طيب بعد كده بيترسب عندنا في الكورنيا، فبيخلي في السليت لاند تبص على الكورنيا، زي ما بتبص مثلا في الويلسون تلاقي الالسر بليشر رينج، ده تلاقي عنده كريستلز على الايه؟ الكورنيا. السليت لاند ده عندهم 60 كريستالز فين؟ في الكورنيا. يبقى هنا ده اوتوسومال ريسيسيف ديزيز، عندي 60 امينو اسيد ديبوزيت في الرينال تيبيول يعمل لي فانكوني سندروم، يبدا يحصل له ديبوزيت في الريتيكولو اندوثيليال سيستم يعمل لينفادينوباثي وسبلينو هيبات سبلينو ميجالي وبون مارو فيلير. بعد كده بيترسب عندنا في الكورنيا يعمل لنا 60 كريستالز في الكورنيا. في مشاكل؟ طيب علاجه ايه؟ هو علاج الفانكوني، بس احنا ما نقدرش نقول 60 فري دايت، لكن بندي حاجه تعمل كليشن اوف 60 من التيشوز، زي الويلسون خدتوه في البطنه، تدي حاجه تعمل كليشن اوف كفر من التيشو، هتدي حاجه هنا تعمل كليشن اوف كفر اوف 60 من التيشو، زي عندك مين؟ حاجه عندنا اللي هو الدي بنسلامين، يعمل كليشن لاي حاجه، لكن الدي بنسلامين مشكلته ان هو نيكروتوكسيك. فخدوا استعملوا دول، فالافضل ان احنا نستعمل سبيسيفيك كليتور اسمه سيستيامين. اسمه ايه؟ سيستيامين، مكتوب عندكم. السيستيامين از سبيسيفيك كليتور اوف 60 امينو اسيد. اما علاجه كله زي مين؟ الريكت فانكوني. في مشاكل؟ اخر حاجه النهارده لوي سيندروم. لوي سيندروم
عندي جين ديفكت بيحصل لوس اوف فوسفيت
فين في اليوين، فالولد ده بيجيله ريكتس. الريكتس دايما يطلع عن الريكتس العادي ان كل المانيفستيشن اللي فيه جاست ديليت دنتيشن، ديليت موتور ديفلوبمنت، وديليت كولوجن اوف ذا كونتنت، لكن ما عندهوش المانيفستيشن اوف الفيت تيشو اوفر ديبوزيت، وما عندهوش مانيفستيشن اوف كارتريج ايه بروليفريشن. العلاج دول علاجهم الوحيد ان انا ازود الفوسفيت فين؟ في الاكل، وادي فوسفيت كدراج، بالاضافه كده ما تنساش تدي معاهم فيتامين دي وايه؟ وكالسيوم. بعد كده الفانكوني سندروم، قلنا خمس حاجات بينزلوا في اليورين، الامينو اسيدز، الجلوكوز، بالاضافه للبوتاسيوم، بالاضافه للبايكارب، بالاضافه لمين؟ للريكت. احنا يهمنا البايكارب والفوسفيت، دول الاساسي سبب ايه؟ الريكت. علاج الفانكوني ان احنا نعمل ايه؟ هدي هاي بروتين دايت، هدي بوتاسيوم كلورايد عشان اضبط البوتاسيوم، هدي صوديوم بايكارب عشان اضبط الاسيدوزس، الاضافه كده هياخد فريكوانت ميلز عشان الجلوكوز اللوس في اليورين، بالاضافه لكده هندي فوسفيت وفيتامين دي وايه؟ وكالسيوم. السيستيوزس 60 امينو اسيد يحصل له ديبوزيت على الكورنيا، يعمل لي كورنيا ستريسل، على الريتيكولوميسيدال سيستم يعمل لمفه دراماسي ويعمل ايباكسيليو ميجري، ممكن يعمل بوم مارو فيلير، بالاضافه لكده ان هو بيعمل لي في التيوبيولز، اكيد بيعمل لي فانكوني ايه؟ انيميا. وقلنا علاجه زي الفانكوني بس بديله سيستيامين ك 60 امينو اسيد كل يوم. بعد كده اللويس سندروم، اوكيلر عندنا كاتاراكت وجلوكوما، سريبرال عندنا منتر ريتارديشن وهايبوتونيا، وعندنا فانكوني سندروم وما لهاش حل ولا علاج على الاصابه. نشوفكم المره اللي جايه. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب الشمس www.1m.net، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.